حقيقة واليوم من الفضل في وجودهنا. جزيلا استاذ عبد المنعم. دي نابع. دي نابع اللي هي تاليفك؟ اللي هي تاليف خاص. تاليف خاص. نعم. طيب نحن عايزين نرجع بك يعني دائما ما بيقولوا انه الانسان ابن بيئته. نعم. انت في الاساس من نهر النيل لكن نشات في كردفان الحبيبه. فنهر النيل والاصل والنشاه الوطن اللي نشات فيه كردفان اكيد مشاهدات مختلفه ما بين الولايتين شكلت او كان لها اثر في تشكيل شخصيتك الفنيه وشخصيتك كانسان. نعم انا بكل اسف وطننا المحميه تحياتنا لاهلنا في المحميه كلهم شرق غرب كلهم. لكن انا ما نشات فيها. نشات في كردفان. صح الصلات لسه الحمد لله. لكن نشانا بحكم عمل الوالد ربنا يرحمه
كان في مفتش زراعي في مؤسسة جبال النوبة الزراعية. نعم. فأنا وشقيقي الأكبر مني مولودين في لقاوة. مدينة لقاوة. منها طلعنا في السميح اللي هي في شمال كردفان. هو كان خور أبو حابل الزراعي. من هنا حياة المزيكا دي بدأت. أيوه. نعم. هي دي النشأة، يعني أكون مشبع بالإيقاعات الكردفانية أكثر من إيقاعاتنا بتاعت السير بتاعت نهر النيل وغيره. نعم، البيئة في المنطقة نفسها أفتكر بيكون لها تأثير في بداياتك. نعم. نعم. خاصة إنه عمل الوالد ربنا يتقبله كان هو في المجال الزراعي، فأنتم كنتم مرتبطين برضه بالزراعة وبغيره من الأشياء المرتبطة به. أكيد. حبنا نفاير، نفير. نعم. نفاير دي جمع نفير. نعم. اللي هو سواء كان في الزراعة، في الحصاد، في يعني رقصات من شتى القبائل. فالحمد لله الواحد يعني. الإيقاعات اللي حتقدمها اليوم دي فيها إيقاع كردفاني؟ أكيد. فيها إيقاع كردفاني، أكيد. نعم. باعتبار إنه أصلاً الإيقاع بتاع كردفان هو إيقاع مشبع بالحيوية والحركة، فنادر ما تستمع لإيقاع كردفاني أنت ما تحس بإنك أنت اهتزيت معه بشكل أو بآخر يعني. نعم. ناهيك إنه يكون بالفلوت أو مثلاً بالأصوات الجميلة اللي حنسمعها. إن شاء الله حتى لو كان الإيقاع ذاته سواء كان النجارة أو الآلات الإيقاعية. نعم. برضه هي بتهز. نعم. نعم. طيب خلينا نسمع نموذج ثاني برضه. نحن مصعب. نعم. نسمع بعد ما نمشي الفاصل ونرجع. أيوة. بعد لكن الفاصل. قبل ما نمشي الفاصل، يعني من النشأة والبدايات، يعني بداياتك كانت من وانت صغير في المدرسه؟ نعم. كالعاده زي اللي بقول لك الدورات المدرسيه، الطابور الصباحي، الجمعيات الادبيه، الدورات المدرسيه، حبه بقيت الجامعيه، والحمد لله. الحمد لله. مسيره بتتذكر لنا مشاركاتك في الدورات المدرسيه او في أيوة. اللي هي من الطابور الصباحي، من الكلام ده سنه، خليها سنتكم، سنة ثانية ابتدائي ما شاء الله، اللي هي أول كان ظهور بآلة الريكوردر اللي هي الناس بسميها صفارة، الريكوردر فلوت. أيوة. دي كان أول مشاركة بها. ثاني تطورت بقت في الجمعية الأدبية ده في المتوسط. ثاني جات الدورات المدرسية المحلية حسب المحليات. في الثانوي برضه في مشاركات لكن ما قد عليه حاجة. زمان الأطفال بيعملوا صفارة من القصب أو طنبارة من القصب. نعم. نعم. بديت عزفت بها أو كان عندك؟ عزفت بها؟ أها. أكيد. دي الشبابة سموها. أها. بيزرقوها غير بطريقة محددة. أيوة. نعم. طبعا تختلف برضه من بيئة لبيئة، لكن أكثر حاجة المعروفة بتاعت القصب دي التفريك كده. نعم. لما تطلع صوت تجيب الموسى تتجرح ومبارك. تعمل فتحات فيها محددة. بس الشباب ودي. نعم. لكن برضه تمثيل تطلع بها نغمة. نعم. ممتاز. افتكر دي بداية، بدايات مشبعة كانت بجو. نعم. الطبيعة وبالإنسان الوصام. نحن حنطلع الفاصل مع عبد الرحمن، لكن قبل الفاصل هو يستعد لنا، حنختار توالة لحد ما تصل المحل الموقع. حنشتغل بالفلوس ذاته. الفلوس ذاته. مقطوعة الرهد. الرهد. الرهد الدكنة. مسكين الماسك انا الماسك. طيب ايوه دي اللي هلا في كردفان، وان شاء الله تنال الاعجاب ان شاء الله. ان شاء الله نحن هنخليك تستعيد مع الفرقه الموسيقيه، حنمشي. نعم. مع بعض فاصل قصير ومن بعده نعود نتفضل عبر هنا سرعة. نعم. كونوا معنا. Thank
السلام يا راي عبد المنعم، تحيه لك مره ثانيه على الاداء الجميل ده. هنسمع نموذج ثاني مباشره. بصفاره صح؟ بصفاره. هنسمع شنو؟ هنسمع والرائد الكاشف ربنا يرحمه في الليو يشتغل اسمر جميل ان شاء الله تنال الاعجاب ان شاء الله. بسم الله. شكرا جزيلا استاذ عبد المنعم. محمد احمد عربي و مدني. محمد احمد مدني. مرحبا بك. مرحبا بك من جديد معنا في هذه الحلقه من هنا السودان. وكبال مرينا مرور بسيط على الالات الموجوده معنا الان، لو نعرف المشاهدين بباقي الالات. بباقي الالات نعم، وبقيه الالات اللي انت بتعزف عليها. والله ما شاء الله بتعزف على الات كثيره جدا غير الات النفخ. في الات ما موجوده معنا هنا. ايوه طيب، في آلة المندلين والآلة العود والكيبورد الحمد لله بيشتغلون الحمد لله. هنا الموجودة معانا في آلة القربة اللي هي دي آلة، هي آلة في الأصل فرعونية في الحضارة الفرعونية كانت موجودة في الآثار، لكن الاسكتلنديين أو الاسكوتش هم طوروها أضافوا لها الثلاثة ديل اللي كان قايم واحد. ثلاثة شنو؟ بيسموها غابات. غابات أو بتطلع أصوات هارموني متناسقة مع بعضها. متناسقة مع بعض. بتكون منفوخة لكن القربة أكيد بتتملي هواء، هي عبارة عن خزان أو تحديث لها الأكورديون. آلة الأكورديون أيوه الهواء الموجود فيها. دي آلة القربة استخدمت في في المارشات العسكرية أو عموما القوات النظامية بتستخدمها أكثر حاجة. حبة حبة خشت بيوت الأفراح. قلت أهلنا ناس عبرة يتميزوا بها أكثر حاجة يعني في المجال
مناسبات المناسبات في الجزيره برضه في مدينه شفتها كثير يعني يقعد مناسبات اي هي بقت خلاص يعني مزاجيه سوداني اصيل قديم كده بتفوز القربة طوالي نفس الاصوات والايقاعات اللي بتطلع نعم. هي بتحت الاكورديون ولا في اختلاف لا قصدي في الفكره بتاعت الهواء تخزين الهواء الاصوات مختلفه الاصوات مختلفه طيب نتعرف موسيقى القرب حاجه عندها ايقاع جميل كده وتزجع الطرب عامله مزيقة طيب نحن ما نسمع طيب هي يعني كده ممكن تشتغل حاسبها انا حاسبها انها ما منفوخه يعني كده ولا في الشغل كده عادي لا كده طيب تشتغل يلا بسم الله منفوخه يلا بسم الله ايوه تحية للموسيقيين الموجودين معنا مو فاعلين معنا طيب حتى تمل يا استاذ ايوه كده تملت ايوه طب وانت بتبلى فيها لو تمشي على المايك عشان نسمع بعدين الاصوات بصوره اوضح طيب موسيقى القرب بس هو بينفخ فيها بينفخ فيها طيب هذا شغله بيدوا الوان مختلفه حسب القماشه ما يعني حسب الشكل بيدوا لبسات مختلفه وغيارات مختلفه سيرة جميل يا مصعب بيكون شكل جميل وشكل شكل الفرقه الموسيقيه جاذب نعم هم الان بيتشاوروا على انه يبدو نبدا بسم الله ابشر ابشر يا زملائي ابشر والله ما شاء الله ابشر بالخير ايقاع سيرة طبعا ايقاع محبوب وله مريدين في كل انحاء السودان يعني المبدا البط يهزوا السيرة يراجع السودانيته يراجع سودانيته طيب تابعنا الان آلة القربة نعم اسمها القربة كده صح؟ ايوه الباك بايب بيسموها الباك بايب او القربة نعم هل اي زول ممكن يعزف؟ الالات بتاعت النفخ دي يعني اي شخص ممكن يتعلمها بين يوم وليله ولا في مواصفات خاصه في لا. الشخص اذا ما كنا بنسمع بيقول لك انه يكون حلقه كبير الالهام الالهام والموهبه آه. لو ما اساسا موجوده فيك او ربنا ما فطرها فيك ما بتتعلم الموهبه بس الموهبه يعني اي شخص ممكن يتعلمها في كل الاعمار في كل الاعمار الدراسه هي بتصغر الموهبه او بتشذيها بتهذبها لكن اساسا الحاجه ما في يستحيل اديك ليها يعني حتى انت لو كبير ممكن يتعلمها كبير يعني اذا انت كبير في السن عندك فيها رغبه ممكن تتعلمها
ايوه يعني ما ما مربوطه بانك انت بوقت بين الصغير او لا لا او تكون مثلا قلنا جبال الا تكون رعيت بالغنم ولا كده او مثلا تكون قلنا جبال حقت القصب انت بديت فيها وانت صغير لا لا ما ما شرط ما شرط. طب استاذ عبد المنعم ما شاء الله يعني في توافق ما بينك وما بين الفرقه الموسيقيه وده عايز يقودني لمحور انك شاركت في العزف مع فرقه موسيقى الجيش وايضا الشرطه عفوا وايضا كورال جامعه الرباط للعلوم ف يعني هل انت بتحبس دائما انك انت تكون بتعزف مع فرقه ولا ولا جات صدفه يعني والله من هنا سبحلينا حي اول ناس عزفت معاهم او اول فرقه هم اخواني فرقه الاشغال الموسيقيه عماد ربنا يرد غربته في السعوديه وعصام اخونا الاكبر وعلى مدين وعلى الدين دي الاخواني اللي شقه ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظهم فان شاء الله تلاقى كده في ساعات خير اجيب لكم ان شاء الله ان شاء الله دي اول فرقه انا في لي الفخر اني عزفت معاهم كلهم بيعزفوا نفس الالات ولا الات ثانيه؟ عصام الدين الحمد لله موسوعه في الالات بيعزف كم اله على مدين بيعزف بيعزف الكيبورد اكورديون على الدين بيعزف كمانجا بيعزف عود ومغني عماد بيعزف مندلين الحمد لله. اسهل اسهل اله في الالات اللي عندنا دي شنو اسهل اله؟ الالات دي كلها سهله سهله طيب اصعب واحده طيب اصعب واحده اذا اداني مياد عشان احنا نعمل اختبار نشوف ما في اله صعبه ما في اله صعبه طيب يا مياد اختار كيف تتواجد؟ انا حختار واحده وهو حيمشي عزف وانا طيب انا ما همتحن لك على لا بس لانه يعني انا حاسس انه مياد دي فردينا رايك اول حاجه اختار لك انت اله يا استاذ منعم نعزف بها مره ثانيه طب ما تعزف والله لا ما خلي منعم يختار الاله الاولى معلش 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 انا بعذر الاستاذ اللي حاسبها كده عندها اله ما هنا في اله ثانيه بتعزفها انت فهمتني والله يا استاذ نرجع نشوف النموذج الثاني نشتغل طيب ايوه هنشتغل نسمع الاستاذ الراحل العاقب محمد حسن عاقب محمد حسن رحمه الله
شكرا جزيلا للاستاذ عبد المنعم، والرحمه والمغفره للاستاذ الموسيقار العاق محمد الحسن. صلواني حبايب يا تاليف والحان واداء الراحل العاق محمد الحسن، مرحبا بك مره ثانيه، وعندك مجموعه من المشاركات عبر برامج تلفزيونيه مختلفه ومهرجانات مختلفه ومنابر مختلفه. لو تنعرف المشاهدين على هذه المشاركات واضافت لك شنو؟ المشاركات كان اول مشاركه هو في قلنا المدارس. نعم. حب الحكايه كبرت حبه. 2005 الخرطوم عاصمه الثقافه. نحن شاركنا ضمن جامعه الزعيم الازهري، من هنا انا بحيين كلهم دفعتي. انا خريج كليه الصحه العامه وصحه البيئه في الزعيم الازهري. فشاركت باسم الجامعه والحمد لله لحد المرحله الختاميه ليله الموسيقار العبراوي. ربنا يرحمه خليه. كان في عبره. حسن الخليفه العبراوي. نعم. نعم رحمه الله. فالحمد لله دي مشاركه في الجامعه. منا شاركنا ضمن غافله ثقافيه في جمهوريه مصر العربيه. نعم. مشينا المعهد العالي للدراسات النوعيه، كان في تبادل ثقافي. نعم. ما بيننا والاشغال المصريين، حتى كان في اجانب تشيك سلوفاكيا بالاسم الشديد. سلوفاكيا. نعم. فدول برضه كانوا مشاركين معانا. نعم. فدي ضمن الكلام ده كان راعيه الاتحاد الوطني للشباب السوداني واتحاد طلاب ولايه الخرطوم والمؤتمر الوطني، هم كان الحكايه دي برعايتهم. نعم. ونحن طيب. نشكرهم. طيب لا انت لما تبدا تالف، بس انت اديتنا نماذج من اثنين من مقطوعاتك تقريبا، لما بتالف من الناس اللي يعني بتستشيرهم او بتعرض لهم لحنك او ايقاعاتك او تفاصيلك المختلفه قبل ما تطلع لل تمام على نطاق شخصي للاسره؟ الاسره سواء كان الاسره الصغيره انا بحييهم من هنا، والاسره الكبيره هم النواد الاوائل لشغلك، هم اللي بيدوا ملاحظات الاولى. الحكايه دي سمح لا لا ما سمح لا ما تعمل كده لا كده. نخش معك في التفاصيل الفنيه حتى الاحرف الموسيقيه وغيرها. والله بالاحساس، هم ما عارفين الحروف. اول نوتة. اول نوتة. نعم. لكن بالاحساس عارفين النغمه دي بتصل بتهزن ولا ما بتهزن. اللي هي بسموها منشزه ولا ما منشزه. طيب يعني من الزملاء الموسيقيين منو من الناس؟ يلا بعد ده الحكايه. انا ماشي لك بتسلسل. نعم. ده كان على النطاق الضيق. الاسره. بعد ده يلا بقوم اقرب لي ناس هم اساتذتي وانا بفتخر بهم شديد، العمالقه معلش اسمحوا لي والله يعرفهم. فهم هم محتاجين تعريف، لكن انا ده شرف لي. الاستاذ يوسف الجديل، الاستاذ سيف مدلل، الاستاذ عثمان، الاستاذ مامون، الاستاذ الازهري، وعبد الرحمن، وبهاء باخ، وعبد الله بيز دفعتي يا جماعه. ما شاء الله. تحيه لي والاستاذ جمال اللي جابه. بالله انت كبير قدر عبد الله بيز ما شاء الله، شغلك بس محافظ شويه كده. لا لا بجري انا بوليس، انا بوليس مان. فديل اللي هم يعني غدم الصبغ فيهم رعوني. يا سلام. ويعني يعني المقطوعه قبل ما تطلع للجمهور او المتلقي بتخضع لورشه بتشارك فيها بروبات وكثر خير والله يسيروا معي، تعبوا معي شديد. ممتاز. نعم ربنا يجزيك. ثاني انا ما انسى كمان اهالي ناس الشرطه. نعم. كليه علوم الشرطه والقانون اسرتي الكبيره. بصفه خاصه ناس التدريب العسكري قسم الموسيقى. سعاده الرائد احمد كوري والصولات والاساتذه كلهم وناس المدرسه، مدرسه ولايه الخرطوم برضو كان لهم يعني موسيقى ولايه الخرطوم. نعم موسيقى. نعم. شرطه ولايه الخرطوم. نعم الرائد علي عبد اللطيف. يا سلام. والاستاذ عيسى والاستاذ كباشي وعلوم. نعم. مجره. طيب حنسمع. نعم. نموذج ثاني، رايك شنو؟ نشوف اله ثانيه ما جربناه. خير. طيب. طيب. وانت ماشي في الطريق تعرفها هي شنو؟ لا لا. دي برضه. نعم. ريكوردر. تمام. نفس لكن بمقام مختلف او بسلم مختلف. نعم. هي انجليزيه. خير نشوف حقيبه. يلا بسم الله. ان شاء الله. تسمع الحقيبه. انا اعجبكم.
شكرا جزيلا استاذ عبد المنعم، والتحيه ايضا للفرقه الموسيقيه المصاحبه. ويمكن احنا ماشيين على خواتيم هذه الحلقه وهذا اللقاء من هنا السودان، عايزين نتعرف على مشاريعك المستقبليه وافكارك لتطوير نفسك وتطوير مقدراتك في عزف الالات النفخيه والات اخرى ممكن تساعدك في التميز في عزف الالات الموسيقيه. والله يا لون البحر ما بيعرف زيادة. انا لسه اطمح للدراسه الاكاديميه بصفه رسميه. انا تلغيت دورات في الموسيقى من هنا. انا بشكر استاذي يوسف حسن الصديق، استاذنا محمد سيف الدين، ديل درسوني قواعد الموسيقى في الاتحاد المهن الموسيقيه، انا بشكرهم شديد. ما شاء الله تبارك الله. يعني يمكن مصعب احنا الليله استمتعنا بعزفه على نعم. مجموعه من الالات وده حتى بدون دراسه ما شاء الله. يعني انا عيني بارده لكن ما متاكد من مياده، ان شاء الله ربنا يحفظه في غنى الاعمال. اللهم امين. احنا نشوف المشاريع المستقبليه انه يطور من الناحيه الدراسيه. نعم. الالات دي رخيصه في السوق، ممكن نشتريها يعني هسه؟ يعني اذا نرقب الناس ممكن. والله يا اخي كمل لنا المعرفتهم لنا قبيل، يعني مثلا الكبيره دي عند المفاتيح هنا. ايوه دي برضه اللي هي نعم. ابشر ابشر دي في مهارب من اخرى يعني كان جالك شكلها بتفتك عادي بتحمي. ايوه دي برضو ارت ريكوردر امتداد للريكوردر الصغير. أيوة. وكبير بس بمقامات مختلفه. دي برضو بشكر استاذي عصام هدالي لي في شنبات ما شاء الله في الكدر سوري في آلة التيزا. مشينا بعيد من شنبات للكدر ما في مشكله. طيب دي المدرسه. طيب انا قاصد دي استاذي كتر خير استاذ كباشي عازف الالتو واستاذ في مدرسه الموسيقى بتاعت الشرطه، فبرضه هدا لي وان شاء الله يمكن نسمعكم بها ان شاء الله. بس شكلها مختلفه عن باقي. شكلها هي اله صينيه. حتى طريقه التكنيك ذاته يختلف. نعم. طيب اول واحده في ديل امتلكتها يا توال، اول اله اشتريتها؟ انا الحمد لله هي في ديل كلها اشتريت اله واحده. في اله واحده من المريدين او صحباني اصدقائي اي واحد يجيب لي اله يا منعم هذه هديه. يا سلام يا سلام، انا بشكرهم شديد والله. وده ده رقبتك. طيب انت كثير من الناس ساعدوك في انك انت تتعلم القواعد الاولى للعزف وانطلقت بعد كده بانك تعزف مجموعه من الالات الموسيقيه. ما حاولت تنقل الفكره دي للاطفال او للطلبه او الناس؟ الحمد لله انا قبل ما ادعين في البوليس او الشرطه نعم عملت استاذ الموسيقى في مدارس النور بالكدرو عشان كده جات الكدرو البيت. نعم. ومنها مشيت لمدارس الخير والبركه بالصافيه برضه عملت استاذ موسيقى. هسه انا بدرس اولادي في البيت. السلام. انتوا الصغيرين تعلق دوري يمين فاصول لاسي. الحمد لله دي محمده كبيره. اولاد اختي برضه الحمد لله في واحد بتاع جيتار واحد بتاع صفاره والحكايه ماشيه. يعني انه واجبك زي ما قالت ميار تجاه الاخرين تنقل هذه الفكره وتعلم الاخرين زي ما نشوف هم ما دخلوا معانا نحن اكيد ما حنبقى. ممتاز ممتاز. طيب عموما يعني ارجع مره ثانيه لفكره الاسعار، الالات متوفره في السودان الزول ممكن يشتريها من السودان؟ لا متوفره. اسعارها يعني تتراوح بين كم وكم تقريبا؟ او ارخص واحده بكم تقريبا؟ يلا حاجة مع الدولار زايد ولا ناقص؟ خليه زي ما زي سعر اليوم هنا. نقول الريكورد دي اقل حاجة يعني صغيرة دي حسب صناعتها وحسب الجودة بتاعتها. يعني تتراوح في ال ب 10 جنيه. ب 10 جنيه وفي ال ب 200 جنيه. خلاص ب 10 نمسك فيها ب 10 جنيه دي معناه انه ممكن يلا ال ب 10 ما بتعلمك التعليم الصحيح لانه النغمات بتاعتها منشزة اوت اوف تون ما سليمة. فبيسكتوا بقى يشوفها سايبه لك صفاره لكن ما صح. لكن في النهايه الشخص قصير انه ممكن يبقى يعني يرغب في بعد ذاك في انه هو يمشي في نفس الاتجاه. نعم. ممكن ترقبه في شكل او باخر. والله هي كده بيزيد الحماس او الاحساس بترغيه انه يعزف الات مختلفه. نعم. طيب نحن تقريبا وصلنا لختام حلقه اليوم استاذ عبد المنعم، بدي احليك مساحه اخيره لانك تحيي المشاهدين اللي بيتابعونا او لو عندك اي اضافه او اي رساله للناس اللي بيحبوا الات النفخه والعازفين في كل. والله انا بقول للمشاهدين كتر خيركم صبرتوا علينا وادعوا لنا بالتوفيق. نعم. فنسمع حياه تحميه بنفسك الجيتار الظلمون الزنقار ان شاء الله تنال اعجابكم ان شاء الله. دي اللي حنختم بها ان شاء الله. شكرا لك جزيلا. الله يسلمك. شكرا لكم. محمد احمد مدني. انتهت حلقه اليوم مصعب. نعم. من هنا السودان استمتعنا بعبد المنعم اللي كان معانا في ساعه كامله على الهواء مباشره فيها كثير من الالحان والايقاعات. حنختم معاه بالاغنيه الاخيره لحد ما نقابلكم ان شاء الله في حلقه جديده. الى اللقاء.